أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ بالتهديد بورقة داعش. القيادي في الإطار التنسيقي محمود المشهداني هدد بشكل صريح عودة داعش، وهدد بعدم تدخل الحشد الذي يمثله سياسيا في المعارك المقبلة التي تجري فيما لو لم تتأسس الحكومة حسب شروطهم ودون إشراكهم. هذا التصريح لاقى انتقادا لاذعا من قبل العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا في البداية نتابع ما صرح به المشهداني. أنا أعتقد من يتصور من الأخوة الشيعة أن داعش انتهت فهو واهم. النار تحت الرماد. هذا الصراع اللي صار بين التيار والإطار قد يؤدي إلى انهيارات أمنية وأن تشب النار من جديد. وأنا ذاك راح نصيح يا الحشد تعالوا لحقونا، راح يقول لك روح اذهب أنت وربك فقاتلا، إن ها هنا قاعد. ممكن ليه؟ هل أنت يعني بعد الدماء ما جفت مال الحشد وحشد برا شنو هذا؟ هذه معناته الشباب العراقي في المستقبل من تدعوه إلى القتال يقول لك روح أنت وربك قاتل. تفاعل الجمهور العراقي مع ما قاله المشهداني، ولاقى طبعا انتقادا لاذعا من هذه التصريحات. طالب أبو ياسر قال: تهديد وتلويح المشهداني ومن قبله المالكي بعودة داعش فيما إذا لم يشترك الإطار بالحكومة أعتقد يحتاج إلى وقفة قانونية رادعة، لأن أرواح الناس مو لعبة بيد الخاسرين. أما السيد زين العيثاوي قال: يا رجل ألا يكفيك ما أخذته؟ ألا يكفيك راتب رئيس برلمان سابق؟ ألم يأني الأوان لتترك الدنيا وتحسب حساب الآخرة؟ أم كل ما تحدثت به سابقا كان هدفه دنيا؟ نصيحة من نصوح صادق، عد إلى الله تنجو. حج اسكندر قال: دليل واضح على إفلاسهم سياسيا، ما تبقى في أيديهم التهديد والوعيد بتغذية داعش من جديد ضد الشعب من أجل الحفاظ على مسمياتهم العافنة. يقول دكتور ماجد: أنتم سبب الفتنة متلونين، كل يوم لكم تصريح على مصالحكم، أينما تميل الريح ملتم معها حرامات تمثلون جزء بسيط من هذا الشعب. نذهب إلى موضوع آخر وملفات العراق على منصات التواصل الاجتماعي، ونذهب إلى أزمة المياه في بلاد الرافدين. في ظل أزمة الجفاف التي تضرب العراق وبسبب التغيرات المناخية التي ستنعكس سلبا على المساحات الزراعية وتقلصها، أكد وزير البيئة بأن 7 ملايين شخص في العراق مهددون بعدم الحصول على احتياجاتهم من المياه خلال السنوات القليلة المقبلة. مدينة البصرة المتضرر الأكبر من أزمة المياه في العراق، أحد مواطني أم قصر بيّن في مقطع مصور نشره على منصات التواصل الاجتماعي أزمة المياه وتلوثها. ومع هذا كله فإن سعر المتر المكعب للماء وصل إلى 5000 دينار. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نعم، هنا يصور هذا المقطع من براميل لتخزين المياه، وكتب على هذا المقطع بأن البصرة ما زالت تعاني من قلة مياه الشرب وكذلك تلوث المياه وارتفاع أسعار المياه في محافظة البصرة. نعم، نبقى مع أزمة المياه في البصرة، حيث صور مواطن آخر من قضاء أبي الخصيب ومقطعا فيديويا وهو يشكو انقطاع الماء منذ 3 أيام، وقال بأن سعر طن الماء الصالح للشرب وصل إلى 13,000 دينار، ومع ذلك لا يصل بسهولة في ظل بدء موسم الصيف وقرب حلول شهر رمضان. دعونا نتابع هذا المقطع كذلك الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. صارنا 3 أيام بدون ماء. مناطق أبو الخصيب هي أبو الجوزي وعويسيان والسراجي والبهاجرية. طن الماي وصل مال الماي حلو ب 13,000 وما جاي نحصل. توصيل من الصبح للعصر يلا يجيب لك إياه، وإحنا مقبلين على شهر رمضان. هذا حالنا.
تفاعل الجمهور العراقي حول أزمة المياه في العراق عامة وفي البصرة خاصة. دعونا نقرأ بعض التعليقات حول أزمة المياه في البصرة. السيد عماد الموسوي قال: والله ملينا من سالفة المي، ألف مرة رحنا واشتكينا وماكو فائدة، كل حلول ترقيعية وأي نتيجة ماكو. يعلق كاظم البصراوي يقول: القادم أسوأ، والدليل شط العرب عبارة عن بؤرة طين. أما عقيل فقال: فعلا منسوب المياه بانخفاض حاد، وهذا ينذر بكارثة ونحن على أبواب فصل الصيف. يقول مسلم: يعني بلد يحكمون عصابات، ايش تتوقعون؟ يعني وفروا لكم كل سبل الراحة. يعني يتساءل متعجبا. ونذهب إلى ملف آخر، ومع ملف نقص المدارس في العراق، المشاريع المتلكئة بالعراق، حيث وثق بعض الأساتذة في قضايا الشرقاط بمحافظة صلاح الدين إحدى المدارس غير المنجزة، رغم أن البناء وصل إلى 80% لتبقى مجرد هيكل دون إكماله، بالوقت الذي يعاني فيه القضاء قضاء الشرقاط من نقص حاد بالمدارس، حيث في إحدى المدارس الصغيرة تتناوب 5 إدارات على الدوام فيها بأوقات مختلفة. فلنتابع. شلون فينا استاذ ضاحي باختصار عن هاي المدرسة وزيارتك للمدرسة الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء زيارتنا اليوم في قضاء الشرقاط قرية عواجيلة والمناطق المجاورة لها أو القرى المجاورة لها، مدرسة بها 5 إدارات تأسست عام 1982 متكونة من 9 صفوف فقط، الأهالي يتبرعوا من عندهم فيما بعد ب10 صفوف بنو. هاي المدرسة بها 10 صفوف والمدرسة آيلة للسقوط، قديمة جدا. هاي المدرسة بها ابتدائية الحارث للبنين، ابتدائية الحارث بنات، ابتدائية حضرموت، ثانوية حضرموت. هذا المدرسة واحدة كلهم؟ مدرسة واحدة. مدرسة واحدة، أكرر، مدرسة بناية واحدة. وإحنا الآن استاذ، إحنا الآن في مدرسة كمالها 80%، إحنا نريد يكملون هاي المدرسة حتى يتحولون حتى يفك الزخم. أن تأمل من المحافظ ومن محافظ صلاح الدين من وزارة التربية لإكمال هذا المدرسة بالقريب العاجل، يعني قبل العام المقبل. تفاعل الجمهور العراقي مع هذا المقطع وعبروا عن غضبهم حول أزمة المدارس المستمرة في العراق منذ سنوات. بعض التعليقات مثل أبو مصطفى قال: ولكم هسه أنتم تاخذون الفلوس، اشتغلوا عدل حتى الله يرضى عليكم مو البشر. يقول ماجد: دولة ماكو، صدقوني، لأن هاي الأوضاع مو أوضاع دولة وبها حكومة تايهة. أما زينب فقالت: وزير التربية كل سنة يبدل المناهج بصفقات فساد، بس المدارس ما تتعمر لأن الظاهر الفساد بها أقل. تاج تقول: والله إحنا بنص بغداد ومدارسنا يرثى لها، الله يساعد المحافظات والأقضية والنواحي. تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. نبقى مع المشاريع المتلكئة وغير المنجزة في العراق، ونذهب إلى محافظة ذي قار وتلكؤ آخر في أعمال صيانة جسر فهد الواقع على الخط السريع في المحافظة. بيّن أحد الناشطين بأن الجسر اكتملت الصيانة فيه منذ شهرين، إلا أنه ما زال مغلقا لوجود بعض النواقص الصغيرة والتي من الممكن معالجتها في يوم أو يومين. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. عليكم اخوان ابناء محافظة ذي قار، موجودين احنا وين؟ على طريق جسر فهد، هذا طريق جسر فهد، هذا في حال الصيانة يعني منذ شهور. قاعد نشوف احنا اكو ازدحام، شيء سبب السبب يعني جسر بعد ما يعني حد الان بعد ما مفتوح، يا بشكو ساعتكم شهرين الجسر ما مكملين على مود ايش؟ على مود مطبات، هذا شوفوه جسر كامل، والله العظيم كامل جسر من بداية لنهايته، على مود ايش؟ على مود مطبات، يعني مطبات شهرين ما مكملينه، يعني انتم دار الطرق والجسور محافظة ذي قار، اذا انتم شهرين انتم مطبات ما مكملينه، يعني انتم هذا 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 يدل على عدمكم اهتمام يعني بحياة المواطنين واهتمام يعني بالطرق والجسور، اذا انتم شهرين وطريق هذا مال جسر فهد باقي متلكئ على حطته، هذا الجسر كامل، شوفوا خاف يقول لك واحد ما كامل، والله كامل الجسر مال فهد. لذلك احنا نطالب المسؤولين محافظة ذي قار، والله حتى لعبتنا بس من كذا ما نطالبكم.
دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع وتعليقات من محافظة ذي قار. يقول قاسم الجسر صار لقريب الأربعة أشهر العمل به بأقصى حالاته، ثلاث عمال ودريل همر غيرهم ما شفنا شيء. أما نوفل فيقول لأن الحكومة تأتي بالطائرة مو بالسيارة ما حد يشوف الجسر بس الفقير. أبو كرم يقول بارك الله بجهودك يا أخي، لكن هؤلاء المسؤولين لا زالوا راسخين في فسادهم. يقول مضحي العوض يقول الفساد والفاسدين هم من أوصلوا البلد لهذا الحال، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نذهب إلى الهاشتاج. العراق المعطل، واسم تفاعل عليه عراقيون ومغردون على تويتر لوصف الحال الذي يمر به البلد بسبب تناحر السياسيين والأحزاب على المناصب والمكاسب. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوصف. يقول دكتور فاروق يقول في ضوء ما يحصل في العراق ومناشدة البعض المرجعية للتدخل، يقول أقول لهم أليست المرجعية هي من دعمت ما يسمى الدستور والانتخابات الشكلية المزيفة والأحزاب الطائفية الفاسدة ولسنوات طويلة؟ يقول العراق معطل يحتاج إلى ثورة شعبية عارمة تشمل جميع أبنائه ورفض الطائفية والمحاصصة التي أوجدها المحتل. نمير قال وهنا تتجلى بوضوح سفالة الموالين لإيران لأنهم لم يدركوا بعد أن أطماعهم في العراق تتعدى البحث عن مناطق نفوذ. يقول إيران ترى بأن لها حقا تاريخيا في العراق. تغريدة أخرى من عمر فاروق يقول العراق المعطل يبدو بأن الولائيين وأتباع إيران هم أصحاب البلد وسائر الشعب العراقي هم مواطنون من الدرجة الثانية. يقول لك الله يا عراق. علي غرد وقال العراق المعطل الدماء التي سالت في تشرين لها مكان عند الله ولا تسمح أن يحكم العراق الفاسدين مرة أخرى. هذه الدماء ستهدم عليهم عروشهم جميعا. يقول ستنتصر ثورة تشرين. نذهب إلى القصص المنوعة. بعد جهد متواصل دام 6 أعوام السيدة الأمريكية هاريس تحقق حلمها في بناء مخططها السكني. بقية القصة مع تقرير لموقع سي، فنتابع. I just felt that it was a space to build and do things on. When she needs something done, she knows exactly who to call and it's gonna get done. That's why Mama Shoe's so amazing. To uplift everyone. This is just some of her army. إلى موضوع آخر. بعد الغاز مقابل الروبل الروسي، روسيا تلوح باعتماد البيتكوين فما هي عملة البيتكوين وكيف تعمل؟ الإجابة مع تقرير لموقع محتوى، فلنتابع. موسكو تلوح بقنبلة اقتصادية جديدة، رفع شعار بترو بيتكوين بدلا من بترو دولار ردا على العقوبات الاقتصادية. فما القصة؟ بعد خطاب بوتين الأخير الذي وجه فيه إلى اعتماد الروبل الروسي بدلا من الدولار الأمريكي في الدفع مقابل الغاز الروسي، تطرح موسكو خطة للخروج من مأزق العقوبات عبر العملات المشفرة، بمعنى السماح للدول الصديقة باعتماد البيتكوين كوسيلة لدفع ثمن الغاز بما يمنح لهذه الدول خيارات أكبر.
ما دفع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للتعبير عن قلقها من أن العملات المشفرة قد تستخدم كثغرة لتجنب العقوبات ضد روسيا. وبيتكوين هي عملة رقمية نشأت عام 2009 من قبل شخص غامض عرف باسم ساتوشي ناكاموتو، وتعتمد قيمتها على ما يسمى بعملية التعدين، وهي عملية حل خوارزميات معقدة عبر الحاسوب، وهي بمثابة صك للعملة بما يعطيها قيمتها ويجعلها قابلة للتداول. وتعد العملات الرقمية غير المركزية ملجأً آمناً لمن يريد أن يستثمر أو يحفظ أمواله خارج سيطرة الحكومة لكونها خارج سلطة أي بنك مركزي، ويمكن من خلالها إرسال الأموال من شخص لآخر دون وسيط سواء كان بنكاً أو غير ذلك. لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر، إذ إن أسعارها شديدة التذبذب لاعتمادها على نظام رقمي بدلاً من غطاء الذهب كالعملات الورقية. كما أن المرسل والمستقبل مشفران، وبالتالي لا يمكن الكشف عن هويتهما، ما يفتح الباب للكثير من العمليات غير القانونية والبعيدة عن الرقابة. أما في الولايات المتحدة فأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروعاً لإصدار دولار رقمي، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيفية التعامل بها، وهو ما يؤكد السعي العالمي لمحاولة السيطرة عليها أو على الأقل مراقبتها بإحكام. أسترالي سخر معظم حياته لتسجيل أصوات الطيور في البرية ونشرها في ألبومات صوتية، لكن ما الغرض من هذه الألبومات وكيف أصبحت عنصراً أساسياً في صناعة الأفلام؟ دعونا نتابع الإجابة مع تقرير لشبكة إجبلاس عربي. Collecting birds' eggs, and I never ever lost my passion for birds, and it's always been there. Even when I was working in Aboriginal Affairs in the remote outback, you know, my spare time was devoted to trying to find the rare birds. ومن أصوات الطيور وعالم الأفلام نذهب إلى عالم الفواكه. دعونا نتعرف على فوائد التوت البري. يطهر الجسم من السموم، يرمم الأسنان والخلايا، ويحمي الأسنان من التسوس. دعونا نتابع المزيد حول التوت البري مع تقرير لمجلة ميم.
مع فوائد التوت البري نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.